الحقيقة بحب أنوه إن دايما إن شاء الله هنكون مع حضراتكم في بعض التقارير المعلوماتية. زي ما بنقول كده، إحنا مشكلتنا إن إحنا بننسى، أو ساعات الواحد يعني مع التعود بينسى ما تم إنجازه على أرض الواقع، ما بيبقاش واخد باله، ما بيبقاش إلى حد ما حاضر في ذهنه. فهنكون مع حضراتكم ببعض التقارير اللي بتعكس الحقيقة النهضة اللي حصل بشكل كبير في كل مجالات الحياة من خلال الجمهورية الجديدة. النهاردة معانا تقرير معلوماتي عن مشروع نقدر نقول إن هو من أهم المشروعات وأول مشروع بهذا الشكل يحدث في مصر، هو ميناء أكتوبر الجاف. ميناء مهم جدا جدا، وتم بالشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص على مساحة 100 فدان، مساحة كبيرة جدا جدا، بيسهل البوابات كلها إلكترونية، يعني بنتكلم كمان في نقلة إلكترونية رقمية، بيسهل بحد كبير جدا نقل البضائع من وإلى مينائي الإسكندرية والدخيلة. خلينا نشوف التقرير سريعا مع حضراتكم ونرجع بعد كده نستكمل مع حضراتكم بقى فقرات 8 الصبح.